اشتغل بس حاجه تانية يعني الثروات كتير قوي يعني الدكاتره كان قصدي هم اساس الجامعه لا بنشتغل احنا بنشتغل ثروات كتير يعني دي جزء كبير من شغلنا يعني الثروات دي مش تبع جراحه ولا حاجه لا تبعنا يعني احنا اللي بنعمل الثروات واحنا بنعمل الجراحه والكلام ده كله مش كده بناخده والثروات كمان مهمه يعني احنا بنعملها واعتقد ان احنا بنعملها ان احنا اهمل من الجراحين لان احنا حافظين ست تركاونت كويس يعني مشكله الثروات دي في العمليه من اهم مشاكلها انها ممكن تعمل انجل للكارت انجل يعني لو عملت انجل بلاتر تبقى مصيبه سودا يعني هيطلع بلاتر اعداد توبرانس كده مخنوق يطلع مسرح كفر احنا دايما يعني دكاتره الف اوزن دايما اللي بيعملوا ثيرويد مبدا ان ايه تدور تطلع ركنات الاول واشتغل الجراحين مبداهم طالما انت مش شايفه يبقى خير احنا ما بنصحش قوي في الموضوع ده ان يعني ان طالما انت مش شايفه ان شاء الله ما خبطتوش لا بنطلعه الاول فمش شايفينه بعينينا ونشتغل بعد كده وده طبعا سيفر بالنسبه للعيال. يبقى تاني عندنا الميجر كاسوما البروتو عندنا يا اما بابيلر كاسوما دي سبريت باي بلوك يا اما كلوكر كاسوما دي سبريت باي بلوك او فرافت كاسوما دي بقى كل حاجه اللي هو كان بيفتح البرد كله. في حاجه اسمها المدلل كاسوما دي سكريتنج تومر اللي بتطلع كاسوتينين عشان كده لو قست كاسوتينين ده اسمه تومر ماركر. تومر ماركر اللي هو حاجه تقدر تقيسها في البلوك زي مثلا بروستات سبيسيفيك انجن في البروستاتا في حاجات في الكولون في حاجات في الاستومك وده اللي كان بيسمعه في الاطفال يبقى اول حاجه اول نشره في التايم سكرين هو الثايرويد تمام ريتد ليها حاجه اسمها الثايرويد بلوس اسيست ريتد الثايرويد حاجه اسمها الثايرويد بلوس اسيست ديورنج جيولوجي الثايرويد تشيلز اللي في حته كده اهو عند حاجه اسمها فارمسيكا ولا الفارماسيكا ده جامد عند جاكشر بين الفيرو تو سيرف والفيرو تو سيرف بينزل تراك كده لحد الثانوية المفروض ان التراك ده بيختفي لو حصل هنا في التراك ده في اي حته وحصل فيها سيست بتعمل سايرو نص سيرف حاجه اسمها سايرو ونص بين الثيرويد والطنط والهيرويد ماشي هنا كده في المكان اللي هي فساعات السيست دي تبقى قدام الهيرويد او تبقى تحت الهيرويد او تبقى فوق الهيرويد هي سايرو نص تتميز بايه بقى؟ تتميز بيكون انها اي حته لون من الفرد بص للتراك هي حته بين الطن وبين الثيرويد ممكن تقع تحت او اوفر لاين او فوق الهيرويد غالبا تحت الهيرويد بتتحرك مع السوادوي وبتتحرك لما تطلع لسانك مع اني طلع لسانك طبعا للاسف ما بعرفش اجيب فيديوهات قوي عشان هنا لازم اجيب فلاشه بس عشان انا عندي اللابتوب بتاعي عليه كل حاجه وطلعت بقى ما هو لازم تطلع لو تطلع وتنزل بس مع السوادوي ما ممكن تبقى ثيرويد طبعا هو ده مش مكان الثيرويد يعني ده فوق قوي على الثيرويد الثيرويد هنا تمام لكن يعني ما تتلخبطش بينها وبين الثيرويد الثيرويد برضه تطلع تتحرك قبل جو سؤال لكن ما تتحركش ومش بتزوج ومش بتطلع لكن دي لو طلعت عادي مش تطلع على سايره كده لا تطلع مع لسانك لو حصل انفكشن زي كده وفتحت ممكن تعمل حاجه اسمها سايره بص على الفيستو دي دولينج سيرجري بنعمل ايه بقى؟ نشيل السيست ونكمل التراك معاها انا لازم الصوره مش واضحه ونشيل حته من الهواء لازم وانت بتعمل عمليه من اول هنا هتشيلها ونكمل وتلاقي الهواء تروح فاتح الهواء واخد حته من النص ونكمل لحد البيت اوف تمر هتضمن انك تقفلها تقفلها تماما حصل كومبليت ريموفل المفروض يعني لو الصوره واضحه دي بقى دي النيوكوزا الصوره كده خلاص انت بعد كده هتوصل على فوق خلاص تاخد حته كويسه من فوق وتطلع انت ماشي في النص خدت السيست ماشي مع التراك هتلاقي الهيوز واخدها قصصها من الجنبين واخد الحته اللي في النص اللي ماشيه فيها التراك مفروض لكن انت مش شايفها بعينك انت بتشيل كل البلاستيكات دي لحد ما توصل للبيت اول حاجتين هما اللي بنتكلم عليهم شويه في الميد لاين سويلنج بعد كده مجرد انيوريشن ثلاثه من ثلاثه لتسعه بقى مجرد انيوريشن اللي هما حاجه اسمها الرانولا الرانولا دي عباره عن فيتشر سيست في سب لينجو جلاند خلي بالك احنا اتكلمنا عن البروتو اتكلمنا عن السب مانديبلر اتكلمنا عن السب لينجو فيتشر سيست بتحصل في السب لينجو جلاند بتعمل سيستك سويلنج لو جزء منها تحت المسلز اوف ذا فلورز ماوس هتبقى هبال في هنا لو هي فوق هبال في الكورا كافيتي لو هي حتتين يبقى اسمها حاجه اسمها بلانكينج جرانجل فوق وتحت زي دي كده قالوا واحد يقول لي كتيرة
العيان ده ده عنده سويلنج هنا اهو وباين في الفلوس الراس. بص واحده بتطلعها بقى في كونستريكشن كده ليك في كونستريكشن دي المصل بتاع الفلوس الراس في الحته اللي كانت تحت المصل دي الحته اللي فوق المصل اللي هي تحت التنك. طبعا عمر بيتكلم موفل فوز اللي هو بنسميه الموفل ده اللي هو بتيجي فويس زي اللارج تونسل زي الابسس. بس بوريك صور عشان تفتكروا الرانيا اللي ما تنساهاش. هي سيستيك دايلاتيشن في الساب ميمبر سليفري جلاند ممكن تبقى بريزنت في الفرونت ذا ماوس ممكن تبقى بريزنت في الساب ميتال سبيس ممكن تبقى في الاثنين بنسميها بلانكينج او تومسونز رانيا. الحاجات الباقيه بقى اسامي ممكن يبقى في ساب ميتال ليمف نود لارجمنت ممكن يبقى حاجه في الهيوان اسمها هيوان بيرزا ممكن بري رينجر او سيتركيه ليمف نود اسمها ديلفيا ليمف نود ممكن يبقى سوين في الساينس بتاعتين الساينس دي اللي بتبقى اتروفيك غالبا بعد الولاده يعني ممكن حاجه في السكين درمويد او اخر حاجه في الروما الكوركويد او بينكم يا كوندروما يا بينكوندرايتس في الكارتج. بس في صفحه بعد كده فيها نمره 10 نمره 10 اللي هي زي ده بينكوندرايتس ده عامل زي كوندرايتس فعامل له تعمل ميد لاين. طبعا انت ممكن تفتكرهم بقى باي طريقه يا اما تحفظهم يا اما تمشي اناتوميكال. يعني انت لو عايز تفتكر عايز تفتكرهم ال 10 دول امشي اناتوميكال اهو هنا الصب منتال سبيس يبقى هنقول هنا في ايه فانيولا والصب منتال لينفلوز. طيب بعد كده تحس ده ايه الهيوي ده اهو يبقى الهيوي بيرزا. طيب بعديه تبتدي عندك ايه تبتدي عندك بقى اللارنكس والسايرويد. اللارنكس عندك البريد تراكيل والبريد انجل ليمف نود عندك الكوندروما والكوكويد عندك البريكوندرايتس والثايرويد بعد كده عندك الثايرويد نفسها والثايروبلوسل سيستم وبعدين اخر حاجه الساينس تحت ورا الساينس دي ممكن تبقى ريتروسيلر وفي السكين كله ليمف الدربونت. عشان تفتكر ال 10 تاني هم 10 عشان تفتكرهم هو غالبا السؤال بقى عايز منك 8 ولا حاجه. يعني اخر مره جه السؤال كان 8 كل واحد عليها نص الموديل انصر فيها 8. طبعا انت لو يعني هو لو 8 انا كاتب لكم 10 فانت لو كتبت انت يعني كتبت 8 هديك الدرجه 100 بس ما تنساش الثايرويد. يعني مثلا لو انت نسيت ايه البريزا كان ليه في نود افوتها لك هم 10 ما كانش حاجه انا عايز 8. لو نسيت الدرمويد يعني لا بقى افوتها لك. لو نسيت البريكوندرايتس لكن ما تنساش الثايرويد والثايرويد بروسس الثايرويد سويلنج والثايرويد بروسس سيستم ما تنساش الحاجه الاساسيه. عشان كده انا كاتبهم مش بطريقه الحفظ انا كاتبهم طبعا الاهميه. تمام؟ يبقى كده خلصنا المحاضره النهارده تاني عشان الجمهور اللي جه متاخر ب 5 مينتس وبعدين لو عايزين ناخد شويه كيسز كده ايه تلت ساعه 25 دقيقه نراجع الكيسز بقى وحبيت. محاضره النهارده النيك سويلن عندنا نوعين حسب ما السؤال بيجي في الامتحان في حاجه اسمها لاترال نيك سويلن وفي حاجه اسمها ميد لاين نيك سويلن. اللاترال نيك سويلن 2 ليف نود برانكال سيست احترامهم مع بعض ادي اول اثنين الفارنكس واللانس فارنكس فارنكس الباوتش اللانس لانس بوسيل احترامهم مع بعض وبعدين سليفر جلاند وباروتي دي سامر بيل ليف نود انفلاماتوري يا اما اكيوت يا اما كرونيك او نيوبلازم يا اما برايمري نيوبلازم او ميتاستاتيك او براد ديزيز او ميتابوليك. دي صور قلنا الليف نود برانكال سيست وبعدين فارنكس واللانس مع بعض فارنكس الباوتش لانس بوسيل باروتي السويلنج بانواعه سبمون ديبرا سويلنج بانواعه ونعرف الكاركتر بتاعت البارود ايه والكاركتر بتاع سبمون ديبرا ايه نرجع نشوف الامتحان. بعدين هندخل على الميد لاين سويلنج هم 10 اشهرهم الثايرويد والبوستر سيستم. الثايرويد يا اما اللارج بيتس وجونتر يا اما سنتر يا اما نودولار يا اما توكسيك يا اما كولويد او نودلازم نودلازم يا اما بناين في الجوم يا اما مالجنا في بقى ارابلاست كارسينوما او في سوري في ارابلاست ارابيلي او فولوكيولر او بدل الكارسينوما في الاطفال والسيل بروسك سيس زي ما قلنا دول اثنين مع بعض. بعد كده الميد لاين سويلنج بقى اسماء 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 ما عدا رانولا سطرين كده قلنا في رانولا في سبمنتال ليمف نود في الهيرويد بيرزا دي حاجه زي سيست 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 كده فيها جلاتر في ماتيريال في فوق الهيرويد بريل رينجر او بريتراكيال ليمف نود بعد بيسموهم ديلفيا ليمف نود ساينس تحت خالص وعندك
السكين ريجن ممكن تبقى درمايسيست في اي حته لو جرين درمويد ده بيجي في الميد لاين عشان كلوزر يحصل ان يحصل امبلانتيشن للسيريال بعد بعد كلوزر اوف تو سيرفيسز تو سيريال سيرفيسز ممكن يحصل كنترول بروفايل او سيرفر كارتج او اخر حاجه بيرنج رايتس ولا ده بيزن بيد لاين ميد تمام كده احنا خلصنا رسميا محاضرة النهاردة يعني العادة طبعا قليل شوية بس انا هوريكم شوية كيسز مش كتار يعني هوريكم لا مش عايز تقول شوية في الاخر دول هناخد لحد الساعة 4 عشان انا مش موجود مش حلو كده وكل رقم خلاص امتحان رقم 2 فمفروض كل حاجة عارفينها دلوقتي خلاص 56 years old diabetic male فيه complaining of pain and variety كتير تعلم دايما لما تقرا كيس انا مش هدفي قوي ان انا اقعد اقول لك معلومات هدفي دلوقتي اقول لك ازاي بقى تعرف تجاوب كيس تمام تعلم عن معلومة مهمة 56 دي معلومة مهمة واحد قلت البيتنج دي معلومه مهمه بقول لك اي كلمه هتطلع لنا مين ذا رايت هير وذ مايند ديفنس اكزامينيشن اللي فيه دي ما يتكلم وذ بيرد الشارج الباك من برين وذ نورمال المهم قوي رايت مستويد ريجن وذ سيفيرلي ستامين اول حاجه وات از جود بروفيشنال دايجنوز احنا كده هنتكلم في الايه ده انفكشن مش كده؟ الانفكشن اللي احنا عندنا هي اوتايتس السنه اوتايتس ميديا هنا بيقول لك التمبريك من بين موز نورمال عشان يقول لك ان ده مش بس ميديا يبقى ايه اللي فاضل لنا؟ اوتايتس السنه واحد كبير عنده دايبيتك بنسميها ايه؟ خلاص مليك اوتايتس السنه عارف ان دايبيتك ما هو ده خلاص وات ارز اسوسيتد انفستيجيشن خلاص هتعمله طبعا هتعمله بلاد شوجر هتعمله سي بي سي وهتعمله رينال فانكشن واللابوراتوري وهتعمله الحاجات اللي بنعملها طبيعي للودان هنعمل ايديولوجيكال انفستيجيشن هنعمل سيتي وهنعمل كلتشر طبعا وهنعمل اختبار سمع هنعمل الحاجتين الجداد بقى بتوع البلد بتاعت السنه اللي هم البول سكان ولو شاك ناخد بايوبسي بس خالص هنا مفيش ما قالكش هنا في الجامعه ولا حاجه فانا هعمل بول سكان الكومبليكيشن خلي بالك هو هنا ملك راس السنه وفي ماستولايتس هتتحرك ليه؟ عشان يلخبطك انت في مخك لو انت مش عارف حقيقه ده بالبلد بتاعت السنه ما ده ممكن يجيب فشل يعني جت مرحله بقى من كويس السنه معاها فيشن فما بقاش مخك ان دايما ان الماستولايتس دي لازم كوليسيتو بقى ممكن اكيوت كوليسيتو ميديا ممكن كويس السنه مش فاكرين كويس السنه اقول لك كوميونيكيشن بنلف حواليه بدري كده الملك كويس السنه دي ممكن تعمل ايه؟ باروتيد افكشن ممكن تعمل زيجماتيك افكشن ممكن تعمل فيشن ممكن تعمل ماستولايتس ممكن تعمل جرين اس او باراليسيس 9 و10 و12 و12 كرينيا نيرز فهنا الدياجنوز مالجنا بتايس اكسترنال المفروض يعني كوميونيكيتد بايه؟ ماستولايتس الكوميونيكيشن بقى هتكمل لو لفت الانتيكيت هتكمل بقيه الكوميونيكيشن اللي انا قلتها افيشال برين اكسس زيجوماتيك باروتك اي حاجه او ديتيل ديزيبيشن كلام بقى ليه؟ كلام موظف ده مش هنين مش هنتكلم فيه هوسبيتاليزيشن وكنترول دايبيتس هنا مهم ان هو قال لك ان دايبيتك ولو انت بحافظ اسم الانتيبيوتيك اللي هو مين لي؟ الفيبروفلوكسيتين اللي هو كيلون يعني وممكن تعمل شويه برايفت لكن مفيش عمليه الكيس اللي بعديها بس بل في التوقع كان في حاجه اسمها مالين بلاس اكسترنا 13 62 years old مين هذا الموتور كار اكسيدنت وستروما immediately after the trauma his family noticed that blood discharge coming from the left ear بعد التروما على طول حادثه عربيه وبعد كده لقوا بوده الشمال ونزلوا بلد بالشاش. Examination of the back membrane was perforated. The patient also has partial lower motor neural region of the left facial nerve. أنا مش عارف ليه بتاع مش كده. يبقى تاني الحاجات المهمة إن هو دي تروما. تمام؟
وبعدين هو بيقول لك ترامب ريكوريتد وبيقول لك ان عنده بارشل افيشن. الراجل واضح وصريح عدى العيب. مفيش حاجه في الدنيا تقبل كده غير ايه؟ ده بين ايه؟ لوجيتودنا فراكشر بيتس او بيترس فراكشر في البيترس بون لوجيتودنال تايب. خلي بالك بقى ما الاسئله بتسالك بقى ايه؟ هاو ايجنت از ذا كيس اند وات؟ يعني هل الموضوع ده ايجنت ولا لا؟ لا مش ايجنت. ليه؟ هو ايه الحاجه اللي ممكن تبقى ايجنت؟ لا ايه الليجن اللي ممكن يبقى ايجنت اللي انت تدخل دلوقتي؟ الفيشن. هنا هتقول له لا ده مش ليه؟ عشان الفيشن هنا ايه؟ ماشي دي كلمتك. ذا كيس ذا ماجنت از نوت ايجنت بيكوز ذا فيشن انجري از بارشل سو ذا نيرف از كونتينوس. خلاص انت عارف طالما بارشل يبقى يا اما ده اديما يا اما كومبريشن فخلاص هتديله انت بقيت ديستروي وغالبا هيرجع. وات از ذا اكسبكتد باثولوجي؟ الباثولوجي ده مقصود بيها ايه؟ الفراكشر يعني. هو الحلقه دي غلسه الاسئله يعني انت مش مركز بس الاسئله غريبه. انا اسالك جدا الاكسبكتد باثولوجي هو ايه؟ بتقول لنا فراكشر از بيتر اسمه ده اللي بيجيب لك دي الاول يقول لك وات از يور دايجنوز هي هي. وات از يور بروتوكول اوف مانجمنت؟ هتعمل ايه بقى؟ الاول مانجمنت معناها ايه؟ انفستيجيشن وتريتمنت. طب ايه الانفستيجيشن المهمه؟ خلي بالك السؤال ده تريكي. طيب الانفستيجيشن المهمه هنعمل سي تي سي تي ده اهم واحد وهنعمل بيورتون هم دول المهمين قوي وهنعمل الكتريكال تيستنج للفيشيال نيرف عشان لما نيجي بعد كده نقول المانجمنت هنقول المانجمنت اوف ذا بيرفوريت الدراما حاجه والمانجمنت اوف ذا فيشيال نيرف حاجه. البيرفوريت الدراما دي هتبقى في حاجه تروماتيك بيرفوريشن هتكتب المانجمنت بتاع تروماتيك بيرفوريشن ناصر بيبير سيستمك انتبيوتيك افويد بولامنج اوف ذا نوز افويد ستريننج وتفولو اب لو ما قفلتش بعد 3 اشهر تعمل لها ايه؟ مريم البسط. طب الفيشيال نيرف هنديله انتبيوتكس وهنديله سترويد وتفولو اب هنفولو اب بايه؟ الكتريكال تيستنج. لو ما اتحسنش ده مش هيتحسن ساعتها بنعمل اوبسرفيشن لكن البارشل ده لازم يتحسن. يبقى تاني عشان ما تتلخبطش هو تخبطه بين الكيسز اللي جايبه حته من هنا وحته من هنا انت عايز حته معينه تكتبها لا انت لازم تفكر المفروض ان الكيس معمول عشان تفكر خلاص انت عارف الدايجنوز لكن بيقول لك هتعمله ايه؟ هتعمله ايه؟ يبقى لازم تعمل في حاجتين عندك في الويندو وفي الفيشيا تعمله ايه في الويندو؟ خلاص هتعمله كانه تروماتيك بيرفوريشن تعمله ايه في الفيشيا؟ ده بارشال فيشيا يبقى هنستنى عليه هنجيب كورتيكوستيرويد ونستنى عليه طب نستنى عليه للابد يعني؟ لا الكريتيكال سيستم لو حصل في اي وقت ان الديجنريشن زاد عن 90% ساعتها نتدخل ده طبعا مش هيحصل في الحاله دي ده بعشرة تونس ييرز اولد في ميل وبلين الاوكسفيجيا اوبيولا ديستيجيا of long duration move to solids recently the condition progressed rapidly to become severe على فكره الكيس دي انا قلت الناس اللي حضروا المحاضره بتاعت الكيس دي فارس انا كنت هلا examination revealed weight loss thrust in the right by four posture and spleen again واحده كتير عندها 23 سنه عندها ديستيجيا بقى لها مده long duration of 2 years مش فاكر كان الكيس مكتوب فيها long او 2 years duration طيب يعني سنتين موت سوليدز ريسنتلي حصل حاجه بقى قريبه الكونديشن دي حصل فيها رابل بروجريشن اكزامينيشن ويت لوس فروست باي فور وسبيرينو ميت ايه الدياجنوز؟ الكلام ده معناه ان العائله دي من سنتين كان عندها بلارا كارثه ودلوقتي بقى عندها ايه بقى؟ كارثه يبقى دايجنوزس هنا هايبرفارينجيال كارسينوما اون توب اوف لارا بنسو سندروم.
الموضوع بس ماشي خلينا دي بقى دي هتلاقي بقيتها What is your diagnosis? الدياجنوز هنا ان هو هايبوفارينجيال كارسينوما اوتوبلوما بيلس الدروم بيسالك بعد كده بقى What was the previous condition? خلاص دي سهله previous condition خلاص احنا جاوبناها ايه المانجمنت في العينه دي طبعا هتعمل لها المانجمنت الانفستيجيشن وتريتمنت الانفستيجيشن هنعمل لها اساسا هايبوفارينجوسكوب بايوبسي هنعمل لها باريوم سوالو تمام هنعمل لها سي تي ولو هي بقى كارسينوما كلاسيك اللي بتعمل كل اللي عنده فرنجيكتي وريكونستراكشن حسابي يعني تفاصيل العمليات مش بيهتم بيها قوي ومش بيسالكوا فيها قوي انت مش مطالب بتفاصيل العمليات مطالب بالانديكيشن كونترا انديكيشن وكومبليكيشن بتاعت حاجات معينه اللي هي التونسيلكتومي ادرودكتومي والتراكيوستومي والمارينوتومي هما دول الاربعه المهمين قوي ناخد بقى من تحت لفوق كده Five years old here came suffering of diminution of hearing in most years for the last 2 months. طبعا في حاجات مشهوره قوي يعني بتيجي بتحاول من حاجه. في كيسز مشهوره قوي، السكريتشر مشهوره قوي، والكوينزي مشهوره قوي. حاجات في حاجات مشهوره جدا جدا. For the last 2 months the condition for followed an attack of upper respiratory tract infection. وبيستراتيجي بتشتغل بالمناسبه دول الثلاثه كيسز يعني بيجوا امتحان من حاجه. Examination of both in drums والانتكت باتري تراكت بيسالك بقى ايه الدايجنوز وايه البريفيس كونديشن وايه المانجمنت الحاله دي جت بكذا طريقه في الامتحان قبل كده بيجيب لك يعني حد عنده دلوقتي مش سامع وقبليها كان عنده حاجه باتري تراكت انفكشن او يجيب لك حد مش سامع وقبليها كان ودنه وجعان وقبليها كان عنده برد او يجيب لك واحد عنده برد وبعديها ودنه وجعته وبعديها مش سامع او يجيب لك واحد عنده برد ودنه وجعان وبعديها بيستمع وكان قبلها عنده برد في الاخر انا عايز اقول لك ان هو ده ايه يعني ده سكريتوري ويسالك طب ايه بريفيس كونديشن يعني كده ليه كانت ودنه وجعان عشان كان اكيوت هو اول البرد عمل له اكيوت وتاتس ميديم والاكيوت وتاتس ميديم عملته ايه سكريتوري ساعات بتيجي السكريتوري ناحيه واحده يقول لك انا عنده سكريتوري ناحيه واحده وعنده سويلنج في النك ده طبعا تفكر في ايه نتكلم في ايه نيزوفيلجيا كارسينوما ساعات تيجي السكريتوري وعم بيفتح بقه وبيشخر يبقى سكريتوري معاها ايه ادينويد كتير كتير جدا 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 20 years old patient complaining of long hospital left offensive near discharge 20 سنه وليفت اوفنسيف ديشارج عارف يبقى ده اصلي تاني تاسو هيري جروس ريسنتلي ديفلوبد ريميتنت فيفر اند رايبرز ايه الحاجه الوحيده اللي خدناها بتعمل حاجه بقى ريميتنت الناس اللي حضروا معايا معناها انترميتنت ما هي غلطوا فيها ليه احنا مش عارفين ريميتنت يعني انترميتنت خلاص لو عرفت ان دي انترميتنت يبقى خلاص الحاجه الوحيده اللي خدتها من انترميتنت فيفر مثلا سيرفيس ترومبوز اول اكزامينيشن ديجنوز ان اتيك بيرفوريشن ويز سكانتي اوفنسيف ديشارج ديجنوز اند ديفرنشال ديجنوز خلاص دي ليفت كورونيك سابر تيوبتايتس ان دي ان سيف تايب كومبليكيتد باي لاترال سيرفيس ترومبوز ديفرنت ديجنوز طبعا معروف انفستيجيشن مانجمنت الكلام ده كلام مصري الفكره بس انك انت تبقى فاهم ان ريميتنت يعني انترميتنت دكتور هي الحاله اللي قبلها هتبقى سكريتوري اوتايتس ميديا مش اكيوت عشان هو تومر لا بقول ان هو دلوقتي هي دلوقتي مستمع بقى لها شهرين مستمع تبقى ايه الدايجنوز وعلى فكره هو دي الحاله قبلها ما قالش ان كان في اكيوت ولكن ان قبلها كان في برد بس 50 years old male patient presented to the emergency room with an attack of bleeding from the nose for 3 hours قال 3 ساعات بينزل تنخيره وهو 50 سنه This was repeated 3 times in the past 10 days. The patient gave no history of any local OT disease, no nasal trauma, local examination revealed to both nasal cavity to be filled with blood and active both nasal tract of blood. On aspiration of blood, no local lesion were detected. يبقى واضح وصريح عيان 50 سنه ما عندوش local cause يبقى ده عنده ايه؟ general cause خلاص. What is your differential diagnosis؟ اللي هم كل general cause هو قال لك ما عندوش لوك اهو هو بيقول لك واحد بينزل وما فيش حاجه في الاخير يبقى بينزل ليه؟ حاجه جنرال يا اما بقى هايبر تنزل يا اما بياخد انتيكوغابلانت يا اما عنده بلاد ديزيز يا اما عنده فاسكولايتس يا اما عنده ليفر افكشن يبقى الديفرنشال ديجنوز هنا اهو الديفرنشال ديجنوز في واحد انا فاكر في الامتحان في السؤال ده واحد كاتب الديفرنشال ديجنوز بقى ايه؟ فعند ستاكسس هو ديزل ديشارج يعني مش قصده هنا وخلي بالك انت ركز شويه عشان تفهم السؤال
هو مش قصده ديفرنشال بلوز بتاع الاستاكسيز، هو ممكن تلخبطه بايه؟ هيكون ايه يعني العيان بينزل سبعه حمراء؟ هيكون شارب عصير طماطم وبينزل مراخيله؟ هو الاستاكسيز هو مقصود ديفرنشال بلوز اوف ذا كوز. يعني ممكن يكون ما هو خلاص هو الدايجنوز، هو اللي مش هيسالك عن الدايجنوز، ما هو الدايجنوز ما هو الاستاكسيز خلاص. فالمقصود بالديفرنشال بلوز، الديفرنشال بلوز هو يعني ايه اللي ممكن يبقى السبب؟ المانجمنت هنا بقى خلي بالك برضه، هنا المانجمنت بقى هنبتدي من الاول فين؟ لا مفيش فيرست ايد طبعا، ما هو ده غلط بقى، كان بيكتب فيرست ايد كان بيرس. ده بيقول لك احيانا عنده سيفير وتكررت قبل كده والدم بيرجع لورا، وده هتبتدي من اول الباكينج. هتديله بوستيريو باكينج. طبعا مفيش حاجه اسمها بوستيريو باكينج لوحدها. فده اول حاجه هنعمله باكينج، هنوقف الدم قبل ما يموت. طبعا في جنرال نسخ بقى انك انت تعالج الشوك وتديله مش عارف ايه وتديله سيديشن وتديله انتي بايوتيك وتديله وقتها ماشي الكلام ده كله اوكي، بس هنا انف واذن بقى انتيرو باكي وستيرو باكي. طب وبعدين لو شلت الباكي بعد يومين ده موقف هنا بقى، طب ده ما موقفش يبقى لازم تعمل حاجه اسمها ارتيريالايزيشن او ارتيريال امبولايزيشن. لا يعني لازم تقول كلمتين عليه، ما هو السؤال كده، ما هو السؤال خمس درجات على ايه؟ درجه على انتيرو باك، درجه على بوستيرو باك. لا ما ده لو كتبته دوكس. لا هو بيقول لك في فرق بين السؤال يقول لك مانجمنت اوف استاكسس، على فكره جه سؤال مره مانجمنت اوف سيفير استاكسس. هو مش عايزك تسمعه له المنهج، هو عايزك تقول له العيان ده تعمل له ايه؟ ده هو ملوش دعوه بالعيان اللي بينزل في الشارع، ده عيان التاني. ما هو لازم هو عايز يقول لك ان في فرق بين عيان 50 سنه اللي بينزل ده وبين الطفل الصغير اللي عمال ينقط دمه في الحرب. هو ده الجزء، يعني هو السؤال بيجي عشان يعرف انت عارف الفرق ده ولا مش عارف. لو انت مش عارف الفرق ده خلاص يبقى اصل درجه. يعني لو انت مش عارف ان ده 50 سنه ده ما ينفعش تبتدي معاه انه عمال الدم يرجع لورا، ما ينفعش تقول له هات راسك لقدام ومش عارف ايه تحط له، ما هو البليدنج ورا بوست ليزر، ده الستيرو غلطان غالبا مفتوح. طيب ده هنعمل انتيرو باكي، ستيرو باكي هنكتب ارتيريال لايجيشن ارتيريال امبولايزيشن تمام، ومانجمنت اوف ذا نظريه للكلام ده برضه، يعني اللي عايز يراجعه مكتوب في الورق، يعني مكتوب في الورد بتاعي، اللي عايز يعني الحاجه عايز يبص عليها تاني مش مكتوب عنده كويس مش وقت كويس. ده بقى اللي بيجي امتحان وامتحان تشايلد دلوقتي ويلز اولد برزنتد وذ سترايد اللي هو سترايد وذ تشيلد هيستوري از ريليفنت ابارت فروم راجل جوز، يعني عنده برد وعنده جاله سترايد. البروفيشنال دايجنوز هو سترايد اللي هو اكيوت ابيفايتس اند تشيلد، والديفرنشال دايجنوز هي كل ديفرنشال دايجنوز بتاعه السترايد وذ تشيلد. برضه انا كاتبهم لوحدهم، لو رجعت بصيت في الورق بتاعي كده في اللارنس هتلاقيني كاتب لك اسباب السترايد في التراكيوستومي وعامل لك بتوع الاطفال ايتاليك عشان تعرف تفرق بينهم، تعرف ايه عشان ساعات بيجي سترايد وتشيلدرن بس انت تبقى عارف ايه تشيلدرن بس هو بالمخ. يعني اللي عنده سنتين ده هيبقى ايه اللي ممكن لو جه سؤال سيبك من الامتحان ديفرنش ده بيقول لك سترايد وتشيلدرن. طيب اول حاجه ايه؟ كونجيتا بالظبط واهمهم جريمه ماليشيا والولد. طب ادي كونجيتا وبعدين تروم او ممكن طبعا يبقى تروم ممكن يبقى فورم بودي. طيب بعدين الانفلاماتوري هننقل بقى بتوع التشيلدرن اكيوت لانجايتس اوف تشيلدرن اكيوت بلوتايتس اكيوت لانجايتس اوف تشيلدرن بلوتايتس اوف تشيلدرن. طبعا مفيش كورونيك، مفيش كورونيك ولا كورونيك بس الكورونيك بس. طيب النيوبلاستيك البناين ممكن يبقى مالتي بولنتوز اكيد طبعا مش كتير كانسر لابس مثل الناس اللي رجل دي. فانت هتنقل من اسباب الاسترايد اللي انت حافظهم ايه اللي ينفعه في الاطفال. ما تجيش تقول لي انك كتبت انا معلش انا كتبت حاجه زياده كتبت كانسر لابس. لا دي مش زياده دي معنى انا اسف دي معنى انك ما تفهمش. مفيش واحد سنتين هيجيب كانسر لابس. فمش كل الزياده تبقى حلوه يعني. احنا ممكن الزياده نفوتها لو انت يعني هتكلف العيان زياده هتعمل حاجه لكن يعني الزياده اللي غلط لا. دي برضه من الحاجات اللي بتيجي كتير قوي اللي هو 21 سنه فيفر ديفيكالت تو سوالون فور دايز ديوريشن بوزيشن بروجريس
شرومك جيمين في الليفت سايد وبعدين سيفين ديسفيجيا وتريم للبورصه لايك وليك سويلنج وذا ليفت سايد. الحاله دي كانت جايه انها كوينزي، في ناس كتبوا لها، في ناس كتبوا كوينزي وناس كتبوا بره فرنج. على فكره الاثنين دول في اخطر منهم صح. انك ممكن تبقى سويلنج تتلخبطوا في ايه؟ ليك سويلنج. في ناس اعتبروا ليك سويلنج ده بتاع بره فرنج، في ناس اعتبروا ليك سويلنج ده الليمفي نود بتاعت كوينزي. ماشي خلاص. ما احنا بنحاسبك على التفكير. يعني هو نموذج الاجابه كان مكتوب فيه كوينزي. بس انت يعني مش هنعاقبك انا فكرت. ممكن تبقى بره فرنج. بص بالدياجنوز ايه؟ هتكتب حضرتك خلاص ما انت كده كده هتكتب الكوينزي. لما تيجي بقى تكتب بالديفريت دياجنوز، لو انت كاتب بره فرنج لا تكتب بالديفريت دياجنوز الكوينزي. لو انت كاتب الكوينزي هتكتب بره فرنج. مع بقيتهم بقى. مانجو بصدق كيس خلاص مانجو بتاع الكوينزي. دكتور هو في سؤال الديفرنشال دياجنوز اقول اسم يعني الديزيز بس ولا اعمل افرق بينهم؟ لا ايه الفرق كمان؟ ما انت بصي انت برضه لو ديفرنشال دياجنوز سؤالك عليه مثلا 10 درجات ماشي، لكن ده سؤال عليه درجتين او ثلاث درجات على اساس هي محطوط كده ازاي يعني؟ محطوط كده ان هما سته كل واحده بنص. السؤال برضه انت بتلزميها يعني انا ممكن بقول لهم ازاي تجوز الامتحان. المفروض المفروض انك انت بتكتب الورقه في خمس دقائق. المفروض يعني خمس دقائق سبع دقائق. فلو انت انا ما كنت بدخل بروح امتحن كنت بعمل كده. امتحانات البطنه مثلا، امتحان البطنه مثلا كاتب مثلا انا فاكر 65 صفحه كتبت ثلاث اقتباسات. ما انت ما ينفعش تقرا في البطنه وانت تكتب بس. بتقسم انا بعمل كده بقسم الدرجات على الوقت. فتبقى فاهم السؤال ده يعني الامتحان مثلا في ساعه. الامتحان ب 100 يبقى كل خمسه يبقى كل ربع ساعه لازم تخلص السؤال عليه 25 درجه. طب السؤال عليه 25 درجه ده بيتكتب في ربع ساعه. المفروض هو المفروض الحركه الامتحان لو حاطه صح يبقى ال 25 درجه ده اكتب فيه كام صفحه؟ ثلاثه. يعني هو وقته ربع ساعه. وانت المفروض لو بتكتب بسرعه معقول يعني مش عمال كل شويه تفكر هتكتب في ربع ساعه دي تبع صفحه. فلو انت حسيت ان السؤال ده الثلاث درجات دول وقتهم 10 دقائق لا مش هتكتب له مش هتكتب له طب تصبر. طبعا للاسف اللي بيحط الامتحان ما بيحطش قواعد يعني بس هو يعني انت بتحس كده من الدرجه ومن الوقت اللي انت حاسه في الامتحان قد ايه. بنقول للناس دايما اكتب الحاجات الاساسيه وسيب حته فاضيه لو عايز بقى تزود ماشي. يعني في طلبه بيعملوا كده ما انت ورقه كبيره قوي. يعني في ناس بنقعد صحح بنبقى هنتشال بتاع 20 صفحه وكاتب الاسئله كلها في ثلاث صفح ويكتب طب ليه يا ابني ما الدنيا واسعه؟ والناس اللي بتكتب من اليمين بقى معرفش ليه معرفش حكايه المده انك تكتب من اليمين دي. دي نفس الحلقه برضه بطريقه ثانيه. برضه تطلع سبع سنين في مدرسه بتريشن بتريزا بتريزا دوتر نوتس زي اوز شي داز نوت انسر بتاع التلفزيون ماشي زي ليز فوليوم وساون دورنج سليب ماوس بنزين اكزامينيشن ضل ريتراكت دراما البوست بوست دايجنوز سكريتري وادنويد الانفستيجيشن بتاعت الانفستيجيشن بتاعت السكريتري والانفستيجيشن بتاعت الادنويد يومين لاينز اوف تريتمنت بتعملها ادنوليكتومي دي بتعمل ليك تريتمنت لو ما خفتش بقى ادنوليكتومي معاها فنتريشن تيوب. الكومبليكيشن دي بقى اللي احنا ايه احنا قلناها في الراوند كومبليكيشن بتاعت السكريتري مش مكتوب عنهم ما هو يعني عشان كده مدها لهم في الراوند اللي هي الاثر كورونا كورونا سبورت اوف لايف مدير السكريتري لو نزلت بتعمل ايه؟ تعمل تراك تعمل اتريكتاتيك تايتس ميديا تعمل انجيز تايتس ميديا ممكن بعد كده انزلون جرام يحصل مع من انجيز يحصل كوليسترول. وطبعا الديتيريوريشن اوف ليرنينج دي من ضمن تعتبر من ضمن الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن سكريتو ايه؟ ماشي يقول لك طب نسيب العيال عامل ايه حصل له يعني؟ لا مع الوقت الطويل هتعمل اتريكتاتيك تايتس ميديا تعمل انجيز تايتس ميديا ممكن تعمل كوليسترول. خلي بالكم دي تقريبا معاده 65 سنه والسيفير بيزنس اوف ذا نوز ليزر انفورميشن اوف نورمال تقريبا هي هي. هنا بقى بيقول لك ايه؟ خلي بالك هنا ما قالكش مش مشكلة طب اقول لك بيقول لك قول لي فيرست ايد خلاص هتقولوه تمام؟
لسه بص بالبوزس اللي هم الجنرال ريش دايجنوزس. دي بقى مختلفه شويه، تعرف بالك بقى تعمل دايجنوزس، هتدور بقى على الحاجات الجنرال انك انت هتعمله لك هنا الدايجنوزس، هتعمل بقى مش طبعا عشان تطمن ان مفيش حاجه، ان مفيش حاجه يعني في الجوز، هتقيس له البلاد بريشر، هتعمل له الكونجريشن بروفايل. هنا هنا فكره ثانيه بقى انك بتدور على اسباب، هي دي جايبه لك بطريقه ثانيه، بتدور على اسباب ازاي توصل بقى للسبب الجنرال. ميل بيشنت 35 سنة came for medical advice from the medical inability to close his right heart and the vision behind the mouth of the left side. ده معناه ان عنده بالاستيشن. He lost the discomfort of hearing loud sounds and metallic disc اللي احنا لسه شرحها الراوند وانا بتكلم عن فيشيال الحالة دي. He gave no history of trauma or discharge from the right. يبقى فيشيال ميد هو مفيش أي سبب يبقى بيلز خلاص. الموست بروبر كلينيكال ديجنوز خلاص بيلز موست. اكسبلين واي ليه في ديسكمفورت في هيرنج عشان النيرف تو سيفيدس ميتاليك تيست عشان الكور ده تريتمنت تريتمنت تو سيفيدس ده عادي. دي نفس الكلام هي الكيس الاولاني اللي هي الكيس اللي كل مره بتيجي اللي هي سكريتي والكلام ده واكيوت عشان الفيشل وتقول لك المره دي دول دي خلي بالك حاجات معادة. دول دي معادة. كل دي كيسز معادة. نشوف الكيسز بتاعتها قد ايه بس بطرق مختلفة بقى. آخر اتنين. ميل بيشنت 23 سنة. بيت ذا رايت اير. كنت كل ذا بيشنت ذا دراج بوست كونجست اند بادجنج. ذا ريتس كونجست. يبقى ده ايه؟ ده ايه حد يقول بالظبط هي بس التكة اللي هو كبير شويه مش طفل اكيد بس بيت اه ذا دايجنوز اكيد تايس ميديا وات وات ريزلت دو اكسبكت فور ويبر تيست اند هاو الويبر المفروض هيروح فين اللي هي هي واحده هنا يعني بالظبط تقول له ويبر شوف بينا ترمز تو ذا رايت وتكتب له بتعمله ازاي ايه تريتمنت خلاص هنا بقى هتعمله ايه معايا بقى ماري ووتر ما تقولش بقى هنا ايه؟ ما تقولش هنا بيفور بيرفوريشن وافتر ما خلاص ما هو قايل لك هو بالجنج دراما يبقى هتديله ميديكال تريتمنت تمام وتعمله ماري ووتر ايه؟ يعني لو خلاص بالجنج فده خلاص هتعمله ماري ووتر لما تيجي تقول له ايه؟ انديكيشن اوف ماري ووتر بالجنج دراما هو قايل لك يا عم بالجنج دراما تكتب له التكنيك يا دكتور؟ لا هو ماري ووتر من خلاص اه بالظبط اكيوت سبرا تو بوتايت ميد تقول ايه؟ اللي هي ايه بقى؟ طيب ما طبعا سبرا تو بوتايت ميد نعم؟ بقول لك اكيوت الملكس الدياجنوز اكيوت سبرا تو بوتايت ميد 67 years old, complaining of Horsens voice for the last 3 months. Chronic heavy smoker, Horsens is progressive, and despite of medical treatment. Diagnosed in A? Yeah. Cancer larynx. 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 نفس الفكرة لما بنتكلم ايه الديفرنت دايجنوز بتاعت الاسترايدو في التشيلدرن هنا بقى الديفرنت دايجنوز بتاع الاسترايدو فين؟ او الهورسنس في العضل ده يبقى عنده ايه بقى تفتكر يعني ايه الديفرنت دايجنوستس بتاع ده يعني هل ده ممكن يبقى كونجيتد لا طبعا هل ده ممكن يبقى تروماتيك مفيش هيستوري هل ممكن يبقى انفلاماتوري اه نبتدي بقى نفكر ايه اللي ممكن يعمل ايه اللي ممكن يعمل كانفلاميشن يعمل هورسنس كده 3 اشهر كورونيك لارنجاكس يبقى كرونيك اللي هي كورونيك رانف سبيسيفيك اللوكالايزد والديفيوز يعني ممكن يبقى كرونيك رانف سبيسيفيك ديفيوز او كرونيك رانف سبيسيفيك لوكالايزد اللي هي الايه اللي هي البوليك ممكن يبقى عنده فوكال مين قال ما عندوش بوليك بوكس ممكن يبقى عنده ديول ممكن يبقى عنده ليوكوبليكي ممكن يبقى عنده كرونيك لارنجاكس عاديه ممكن يبقى عنده كرونيك سبيسيفيك ممكن يبقى عنده سيفلس ممكن يبقى عنده تي في
ممكن يبقى عنده ستريوما مقارب شويه تمام. بعد يبقى كده ممكن عنده فايبرين بلاستيك. هل ممكن حاجه غير مالجنت؟ ممكن يبقى بناين ممكن يبقى اضطراب بابلوم سنجل بابلوم طب وسيلينيك ممكن يطلع بوكا كورد بارنس من الاخر كورد بارنس بتاع الورسس. فاهمين يا شباب؟ هنا في الفيندا نوز بتاع الورسس في الاضل. ايه اللي ممكن يعمل ورسس في الاضل؟ اللي هم الكورونيك لابنجايتس بانواعها نون سبيسيفيك وسبيسيفيك والتيومرز بناين اضطراب بابلوم او مالجنت. خلاص ما هي ده مالجنت ولا في الدايجنوز تمام. والفوكال كورد باراليسيس اليونيلاترال يعني هوسنس والبلاتر بيعمل سترايدو. فهنا هنحط اليونيلاترال كورد باراليسيس. الحاجات دي دي الديفند بتاع الكانسر. يعني دكتور معلش هو اسم المرض بس اه ما بقول لك تاني حسب لو السؤال عليه 10 درجات يبقى هتقول ازاي تفرق منهم. لكن لو السؤال بس عليه درجتين ثلاثه في كيس لا يبقى انت مجرد تقول بس الديفند ماشي يا شباب.